اطلع يا عم سيد. على فين يا ست هاني؟ ما اعرفش، اطلع من هنا وخلاص. حاضر. شافنا ما كانش لازم نسيبه ونجري. مصيبة، هنروح في 60 دقيقة. انت متأكد انه مات؟ افرض انه لسه عايش. ما تكركباش على دماغ اهلي بقى، انا هعمل له ايه يعني؟ عندي احساس انه ما ماتش وانه لقط رقم العربية. ممكن نسكت شوية بقى عشان اعرف اعمل ايه؟ ابوس ايديك يا شيخ تسكت وما تفتح بقك بكلمة. انا هنزلك دلوقتي عند القهوة واطلع انا دير العربية، وبكرة بالليل نتقابل عشان نتحاسب. على الله المعلم يقدرنا المرة دي. حلو، هيقدر هيقدر، ما تقلقش. اركن هنا يا عم سيد. حاضر يا ست بطل. وبعدين واخرتها معاك يا بطه؟ مخنوقه قوي يا فريده، عايزه اعيط قبل ما اروح. في البيت محدش فيه متعود يشوفني وانا ضعيفه ومهدوده، محدش فيهم يعرف اني كنت هكتب كتاب النهارده على ابن عمي، محدش فيهم يتخيل ايه اللي حصل لبطه المنزلاوي. يا بطه يا بطه، ده ما يستهلكيش يا بطه. انا مش عارفه انت تهفيتي في عقلك ولا ايه يا بطه. ده انت كل رجاله الساغه عينيهم بتبقى هتطلع عليكي. ده ما يستهلكيش. انا مش عارفه انت ايه اللي عاجبك في الكحيان الجعان دوت. هو مش اخويا بس انا بقول لك اهو، ما يستهلكيش. خلاص يا فريده، انا بس كنت عايزه اخرج اللي جوايا.
عندك حق، ما عنديش وقت للعياط، حتى العياط للي زي مش مصروف لي. يلا بينا يا فريدة. ولا أقولك أنا حطين عشت لليلادي. يا بطه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عايزه اعرف هو عمل كده ليه؟ انا هتجنن يا فريده. يا بطه بلاش فضايح يا بطه. لو ما سيحتش دمه لليلادي مش هرتاح. ده برضو يا بطة تقلقيني عليك يا بنتي. سلامتك من القلق يا ست الكل. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ وانت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ كان عندي شغل يا ماما، مشروع كنت فاكراه هيمشي، لكن الظاهر ان ربنا مش رايد. انت بتخبي عليا يا بطه. وهخبي ليه بس عليك يا ست الكل؟ مشروع ايه ده يا بنتي حبيبه قلبي اللي يخليكي طول النهار سايبه الوكاله؟ ده انت عمرك ما عملتيه. انا اصلي تعبانه، ما فيهاش حل الكلام. اخدتي الدواء بتاع الساعه 10 ولا لا؟ خدت الدواء يا ضنايا. انت بتغيري الكلام ليه؟ سامحيني يا ست الكل، اصل تعبانه قوي وعايزه ادخل انام كده من غير اكل ولا شرب. اكلت وشربت. ده انا شربت شرب يا مبطه، ربنا وحده اللي يعلم بيه. ربنا يطمنا عليك يا بنتي. تصبحي على خير. خالتي ازيك؟ وحشتيني. وريني وشك. وشي؟ اشمعنى وشي؟ عايزه ابص في عينيك يا بط. بصي بس اعملي معروف انا تعبانه، تعبانه وعلى اخري. ما هو باين انت الوحيده اللي عينيها ما تكذبش ابدا يا بطه. ده انا اللي مربياكي. كان نفسي اتجوز، وكان نفسي اخلف، وكان نفسي تبقي بنتي يا بطه. عارفه ليه؟ صدقيني انا تعبانه، مش سامعه ولا كلمه من اللي انت بتقوليها دي. اجلي الكلام لبكره الصبح. حاضر، أنا ماشية.
ما تزعليش يا بطة. بقول لك ايه يابا؟ مش ده برضك شارع بين القصرين؟ سابقا المعز لدين الله حاليا. عاوزنا نرجع زي زمان، كل زمان نرجع يا زمان. ولا صحيح انت ما تعرفش الست ام كلثوم؟ وعاوز من هنا ايه بقى بالصلاه على النبي؟ عاوز بيت الحاج درويش المنزلاوي. يا ترى تعرفه ولا ما تعرفوش؟ الف رحمه وموت عليك. حد ما يعرفش درويش المنزلاوي يا راجل يا طيب؟ ده هو والشارع ده حاجة واحدة. يعني لما تقول شارع المعز لدين الله يبقى تقول ورا منه على طول اللي فيه بيت الحاج درويش المنزلاوي وذريته. تعرف انا احكي لك يا عم؟ كتر الف خيرك، انا ماليش دعوة بالحكايات دي كلها. انا معايا جواب عايز اسلمه للست بطه المنزلاوي، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ الست بطه؟ يا خبر ابيض، الغاليه بنت الغالي بطه المنزلاوي، دي هي اللي فيه. يا سلام، ده انت جاي تسال عن اجدع شخصيه في شارع المعز. بس على فكره مقتصره وفي حالها، من البيت في شارع المعز للمحل في خان الخليل. حكيم الست بطة دي زي القطر، ما تعرفش اللوع ولا الهزار. تصدق انها خدت مطرح المعلم درويش ومشية الشغل والتجارة مية على مية. لولا الملامة كانت لبست العباية المدهم بتاعت الحاج الله يرحمه. بت بميت راجل. بقولك ايه، انت عمال تدحلبني في الكلام ليه؟ عاوز منها ايه الست بطه المنزلاوي؟ انا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ إيه؟ يا عم شاور لي على البيت، خلينا اروح ادي لها الرساله اللي معايا دي واتكل على الله بقى. واشاور لك ليه؟ انا هوصلك بنفسي لحد عندها، وهو فرصه اسلم عليها واخد منها العشرة جنيه الجديده، وهو بالمره اسمعك الست ام كلثوم واحنا ماشيين. الا بالحق انت بتحبها ولا لا؟ اوعى ما تكونش. هو في حد ما يحبهاش؟ ده الست ام كلثوم بحالها. يا عم بقول لك ايه، هو البيت بعيد عن هنا؟ بعيد ولا قريب؟ انت مش عاوز تروح هناك؟ امشي ورايا بقى من سكات. عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. حد يعرف قصة الأمس يا أخواني؟ محدش طبعا. أخوكم توفيق ابن السقا مات يحييكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي اخترع الحنفيات. حد يعرف قصة الأمس يا أخواني؟ بلاش. حد عاوز حاجة من حسن المنزلاوي؟ الحلو ابن الحلوين، الامير ابن الامراء، ولا انتوا مالكوش في الحلوين نصيب يا بتوع الايام اللي مش هي؟
ايه ده البطة يا حبيبتي؟ دي بطة دي عكازي اللي انا بمشي عليه وعناية اللي بشوف بيها. ادعي لها يرزقها بابن الحلال ونشوفها قاعدة ببيتها متهنية وربنا معدلها لها. ادعي لها يا رب يا رب يا بطة يا بنت سكينة. يلا يا فريدة اوصلك في سكتي. توصليها على فين يا بطة؟ ما ابوها فاضي هو اللي يوصلها. ابوها لو عرف هي راحة فين هيقطع رقبتها، مش هيرضى يوصلها يا عمتي. ما انت عارفه هي راحه فين. وهعرف منين بقى ان شاء الله؟ هي دي بتعرف لها سر؟ دي فريده بنت هوانم والاجر على الله. جرى ايه يا عمتي؟ وهي داخله امي ايه في الموضوع ده؟ انت اللي بتكرهيها من الباب للطاق. عموما انا مش هرد عليك يا عمتي عشان مش عايزه اتخانق معاكي زي كل يوم. انا نفسي يوم ما اتخانقش مع حد، نفسي. يلا يا فريده. يلا على فين يا بطه؟ هتوصليها ازاي؟ هو انت فاضيه لها؟ جرى ايه يا عمتي؟ هاخدها ونروح البساتين، هنزور قبر عبد الحليم حافظ ونحط له ورد. يا دهودي تعالي ياما الحقيني. قومي يا ابويا من تربتك اتفرج على بنات اليومين دول. بذمتك ده كلام يا بطه؟ ورد ورد ده ايه يا ام ورد؟ انت وهي انتوا اتجننتوا ولا غير على عقلكوا حاجه؟ انت بتصرخي كده ليه بس يا عمتي؟ ما انت عيطتي على عبد الوهاب وبابا الله يرحمه مشي في جنازه ام كلثوم. انت عامله مواره على الصبح كده ليه بس؟ بنت هدية اسكتي اكتبي خالص. انت استني اصبري عليا، اما وريتك استني عليا. ده كلام يا بطه؟ ده كلام يا ناس؟ انت اللي توصليها بقى؟ انت الكبيره العقله اللي بتفهمي فيهم؟ معقوله كده يا بطه؟ قومي قومي يا بنت يا عفيفه، انا مش قادره على اولاد اخويا، هقدر على بنتي. قومي يا اختي قومي معايا النضه في المطبخ. يلا معنا ورد. ورد ايه يا ام ورد؟ كنت خدي خوص احسن. بقول لك ايه، انا هنزل معاكي بس مش رايحه مشوار البساتين ده. انت بقى تبقي تروحي لوحدك وتحطي الورد وتعيشي في الدور. امال انا هوصلك فين ان شاء الله؟ لما ننزل تحت بقى يا بطه هبقول لك مش وقته، خمس دقايق وهتلاقيني تحت. انا هخلص مشوار البساتين واطلع على الخان. اي حد فيكم يعوز حاجه يكلمني في التليفون. وخشوا صح اخواتكم اللي نايمين زي اهل الكهف. قولي لعزيزه عوني اول ما يصحى من النوم تبعتهولي على الخان. وقولي الرئيسة إن جوزها همام بقالي يومين ما جاش المحل. بتي هدية، جوزك كلمك ولا لأ؟ نزلت سوق الجمال أختار لقلبي حبيب. الله. بين الرضا والدلال حيران وراد نصيب. إيه؟ وقفالي كده ليه زي العمل الراضي؟ في إيه؟ الله يا ساتر عليك وعلى وشك ساعة الصبحية. كفاية انت يا اخويا، هبقى انا وانت. اسم الله عليك وعلى وشك. اسم الله عليك. ايه يا همام ماله وشي؟ ما عادش عاجبك خلاص ولا شفت لك وش تاني؟ لا تاني ولا تالت. انا قلت لك يا رئيسة 100 مرة ما احبش الست اللي تقوم ساعة الصبحية ووشها مكشر في وشي كده. افردي وشك، افردي ولو بالكذب، افردي ولو بالمكوى. لا يا اخويا دي مش حكايه لا مكوى ولا وش. هو انا تايهه عنك يا همام؟ انت حالتك اليومين دول ما تطمنش. ما تطمنش يعني ايه بقى؟ هو كلام من ابو بلاش فيه ايه؟ لا يا اخويا ده كلام مره مع جوزها، وانت فاهم بقى يا همام وانا فاهمه. شكلك كده محتار ومندار وعمال تقول يا حيرتي يا وقعتي. عملت ايه يا همام؟ ها كل يوم والتاني تروح تشتري لي ازازه ريحه وتدهن بيها روحك على الصبح. ايه وبقالك يومين يا همام، يومين ما روحتش المحل. والله انت اتجننتي اتجننتي والله في دنافوخك. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ هو اتحكم عليا ان النسوان هي اللي تتحكم فيا؟ واحده في المحل واختها هنا في البيت، اعمل ايه؟ والاتنين ايه؟ يا ربنا يا ساتر يا رب، الاتنين يتفات لهم بلاد. بص يا رئيسه، قلت لك 100 مرة أنا ما بحبش الست اللي وشها مكشر. فريد بقى وشك كده وروح حضري لقمة أفطر بيها ساعة الصبحية. إذا كانت الريحة بتاعتي بقى يا ست مش عاجباكي، سلفيني شوية جزم اللي بتحطيهم على دماغك أرشرشهم على جتتي. من عينيا. استني. من عينيا يا همام بيه، يا همام باشا. حاضر. تعالي هنا. هات الريحة بتاعتك. خد يا أخويا، دلدق دلدق دلدق. كبة كبة. روح يا بطة، روح يا بطة،
هو البيت ده ما فيهوش بطه، البيت ده ما فيهوش رجاله خلاص. رجاله؟ هما فين الرجاله؟ ما تتكلم على قدك يا سي عوني. ثم هو انت من العيله؟ مالك حاطط نقرك من نقر اختي على الصبح؟ يا عزيزه، هو احنا طرابيش ولا ايه؟ واحنا مش رجاله برضو؟ ده حتى عصاب اخوكي مالوش حس. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ما تخليك في شغلك يا عوني وسيبنا احنا في حالنا، احنا اخوات في بعض، نتصرف في مالنا وفي بيتنا زي ما احنا عاوزين. انت مالك بقى؟ حد داسلك على ديل؟ ديل؟ ديل يا عزيزه؟ ديل ايه؟ تعرف لو ما تلمتش على الصبح هلم عليك البيت كله، مالكش دعوه باختي، فاهم؟ تروح شغلك وتيجي منه وانت ساكت، سامع ولا مش سامع؟ ماشي يا وزه، سامع يا حبيبتي. يا بطة بطة يا بطة، يلا يا بطة. فريدة بتنده عليك يا بطة. فوتكم بعافية، لو عاوزتي حاجة يا اما بكلميني. عاوزك طيبة، إلهي ربنا يطعمك ما يحرمك أبدا يا بطة يا بنت سكينة. عصام أحضرلك لقمة تفطر بيها؟ يا ستي فطار إيه دلوقتي؟ بقولك إيه يا كتكوتة؟ اخلعيني من دماغك شوية، ها؟ ودلوقتي اتكلي على الله شوفي لك حاجه اعمليها، انا داخل انام. طب قولي العواف ياما، ازيك ياما؟ قومي يا بنت هديه، قومي خبطي على اختك، قولي لها تصحى هي وجوزها، والتانيه الاخرى بسلامتها هي وجوزها يصحوا. ايه تنابل السلطان؟ قولي لهم الرزق يحب الخفيه، البنت اللي اسمها بنت نزلت تشوف شغلها وتشوف رزقها وهم نايمين في العزا النوم. اتحركي. وانتي قومي حصلي بطة، قولي لها تيجي تتغدى، تتغدى معانا وترجع الشغل تاني. يا ماما ما تقلقنيش، لو ما رجعتش تتغدى نتصل بيها في التليفون ونقول لها تيجي تتغدى. صحيت اخواتك يا هدية؟ صباح الخير يا عمتي، ازيك وازاي الولاد؟ كويسين الحمد لله. مش عايزة حاجة مني؟ عاوزك طيبة يا حبيبتي، نهارك زي الفل بإذن الله. إلا إلا قوليلي، هي فوقية كانت بتزعق ليه؟ أنا سمعاها من منور. البنات ودلع البنات، قال إيه صحيين من الفجر مدورين التلفزيون بيسمعوا عبد الحليم حافظ. وماله يا أختي، هي فوقية هتفضل طول عمرها كده؟ ما أنا قلت لها ريحي دماغك وفك شوية عن البنات. أنا علشان كده ما بخليش لا ليالي ولا بهية يطلعوا فوق خالص. وطي صوتك يا عمتي، احسن بعدين تسمعك وتعملها مشكله. صباحك زي الفل. وانت صباحك زي العسل، ربنا يرزقك ويهنيك يا بطه. يا رب. ايه امك حلوه وبخير؟ الحمد لله كويسه يا عمتي. امال عمي فتوح عامل ايه؟ تعالى يا فتوح. ايوه تعالى بطه عاوزاك. يا صباح الفل، كلنا على باب الله يا ست بطه. العبد وسيده ربنا يفتحها في وشك يا رب اللي زي القمر ده. ربنا يخليك يا عمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا بنت، ألف سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، بنت اخوك دي حسنية ينضبط على نزلتها الساعة، كل يوم في نفس الميعاد تلاقيها نازلة رايحة الشغل، وعادتها هي هي، كل ما تلاقي باب تنقر عليه. يا سلام، بنت اصيلة، ربنا يحرسها يا رب. اللي مأثر فيا ومخليني احبها قد عينيا الاتنين انها مصممة الدين اللي كان بتهون المرحوم اخويا كل اول شهر،
مع انها مش ملزمة تعمل كده. انا ما كنتش متصورة انها هتعمل معايا كده. ربنا يخليك يا بطة يا بنت المرحومة اخويا ويرزقك بابن الحلال. صحيتي فهيم ولا سايباه نايمة يا حسنية؟ صحي من الفجر، صلى وفطر وخد بعضه عشان يفتح الورشة بتاعته، ربنا يسترها معاه. كان فيها ايه يعني لو بطة تتجوز فهيم ابن عمتها؟ احنا كام النهارده يا سبابة؟ ولا هتعمل نفسك ناسي ومش واخد بالك زي كل مرة؟ انا اقولك من الاخر يا عم، احنا اوله يعني واحد منه، يعني خليك انتك كده وروش المسائل. ياه والله يا بنتي ما انا واخد بالي، وجع الدماغ والدوشة خلتنا معرفش بكرة كام ولا بعده كام. يلا اهو كلها ايام زي بعضيها. من اجل ابنائي ولا مش انت مش واخد بالك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ ما انا مش عارف انت عايزه ايه. ما تخلصي نفسك وتجيبي من الاخر. انا هقول لك انا يا بابا، الحقيقه احنا عايزين فلوس. هتقولي يا بنتي ما انا لسه مديكوا فلوس. هقول لك يعني يا بابا لو كانت الفلوس لسه باقي منها حاجه كنا طلبنا منك تاني، الى اخره الى اخره، الموال بتاع كل شهر. يلا بقى يا عسل، حط ايدك في جيبك وابرز العشرات والعشرينات. ونفسي يا بابا والنبي مره قبل ما اموت اشوف الورقه اموميه. يا خرابي عليك يا بنت يا بهيه، ده انت اتفتلك بلاد. ايه يا بنت الروشه اللي انت فيها دي؟ وايه اللهوه اللي انت بتتكلمي بيها؟ ده انت عامله زي ما يكون عيل بيلعب طول النهار في الشارع. والنبي يا ام فهيم، يا رب يخليكي ما تخليناش نخرج عن الموضوع. شوف البيت. حاضر يا ست، اتفضل. باريستين اهم. انت باريزه؟ وانا باريزه. وانت باريزه، يعني 10 جنيه وحلوا عني بقى يا رب. انا مش عارف امتى بقى هتلاقوا شغل عشان نستريح منكم انا واخوكم فهيم. ادعيلنا يا بابا، ادعيلنا والنبي، كل يوم ننزل ندور على شغل. هنعمل ايه؟ عن اذنك نهارك فل. بقول لك ايه يا عم فتوح، البريزه دي مش هتنفع. البريزه دي يا دوبك تكفي النهارده، ونظام الدفع يوم بيوم، وده ما ينفعناش يا عسل. ها احنا عايزين هبره فلوس كده اول كل شهر. شوف البيت. حاضر يا بنتي، حاضر يا بهية. يعني انا هبخل عليكم بحاجه؟ اصرفي يا بنتي زي ما انت عايزه، بس ادعي لربنا وقول ربنا يرزق ابويا. نهارك ابيض وطريقك اخضر وايامك كلها زي الفل. بس بقول لك ايه، خليك فاكرني يعني البتاع دي ما تعملش حاجه. هي باريزه بقت تعمل حاجه اليومين دول. والله بنتك دي غريبه، وهو يعني اللي مخلف بنت زيك هيلاقيها منين ولا منين؟ ده انت بلاعه فلوس. لما انت بتاخدي مني 10 جنيه كل يوم، امال هتعملي ايه في جوزك اللي هتتجوزيه؟ الله 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 الله، قصدك ايه بقى؟ لا استنى استنى انا جايه لك. قصدك ايه بالكلام ده؟ قول قول، ما تخافش مش هعمل لك حاجه. يا بنت امسحيها فيا المره دي، ما هو لازم يقول لك كلمتين بعد ما يطلع كل مره 10 جنيه. كبري مخك. ماشي يا جميل، تنزل المره دي عشان خاطرك، نهارك زي العسل. سلام عليكم. سلام. سلام. الف سلام. قول لي يا فتوح، مع ان امبارح نموسيتك ما كانتش كحلي، بس وانت نايم كنت عمال تشخط وتنطر وعمال بتكلم نفسك، هو في ايه كفل الشر؟ في ايه؟ بذمتك يا حسنية ده سؤال يسأل؟ في ايه؟ المشكلة وجع الدماغ والهم يا حسنية. شغلانة التاكسي دي ما بقتش جايبة همها، البلد كلها بقت مليانة تاكسيات، كل الشوارع كل من هب ودب جاب تاكس. وكانت أم تقول الله يرحمها، القرش في حنك سبع يا ولاد. طبعا ما نمتش ولا جالي نوم من الهم والغم اللي انا فيه. المصاريف تقلت قوي، البنات دلوقتي كل واحدة فيهم بتاخد 10 جنيه في اليوم ومش مكفيها. اجيب لهم منين لولا فهيم الله يستره؟ حطت ايده معايا في مصاريف البيت ومصاريف العيال، كان زمان حالي بقى حال. المشكلة دلوقتي لحد امتى فهيم هيبقى شايل الهم كده على طول؟ جرايا فتوح، انت حكركب الدنيا فوق دماغك ودماغي. انسى انسى يا فتوح، قول يا رب وهو يسترها معانا. يلا كمل فطارك، كمل فطارك بالهنا والشفا. يلا يا رب. صباح الخير يا ام. صباح الخير يا عمتي. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. انت خلاص يا بنت اتعودتي كده تصحي مع اذان الظهر
ايه تكونيش فاهمه انت وجوزك انكم قاعدين في الكنده. سايقه عليكي النبي ياما تسيبيني على الصبح، هو انا بنام ليه يا اختي؟ كفالله الشر، ما انتش خيرك جايب اخر الحاره. مش ناقصه طوله لسان يا عزيز، كفايه عليا هو يا اختي. اما اروح احضر الفطار لسعاده البيه. تعالي يا اختي ما تتعبيش نفسك، الفطار جاهز اهو. امال فين جوزك؟ بسلامته جاي ورايا. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير عليكم كلكم. ايه يا واد يا همام، شكلك كده منكد على مراتك الصبح. انا منكد على مراتي ولا حاجه؟ ما انت عارفه بنتك يا حماتي، عارفاها كويس، وعارفه بقى دلعها المرق، وعارفه انا كمان ما بحبش الدلع المرق ده خالص طول عمري. ايه يا واد ده؟ ايه يا واد يا همام اللي انت حاطه على الصبح ده؟ اهدى ايه اللي بدا ده؟ ريحتك هتجيبني زكام. اف اف ايه وزكام ايه؟ تجار ريحه ما بتعرفوش في الريحه؟ ده أسانس، أسانس نخاع البيلسان، ما بتفهموش في الريحة، وانتوا تكر ريحة كده. لا حاجة فوقية. الله، واحنا مش شغالين في محل عطور ولا ايه؟ ده المثل بيقول طباخ السم بيدوقه. يعني غريبة لما همام يحط شوية يعني ريحة على هدومه. الله. ده انت لو أجرك محامي مش هتترافع عنه بالطريقة دي يا سعاوني. ايه الفصاحة والنباهة دي كلها؟ مش عوايدك يعني. لا عزيزة، انت زعيل على الصبح ولا ايه؟ مش واكل، سايب لك البيت وخارج. يلا يا عم نكمل فطارنا بره احسن. اختي 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 اختي. احنا مش هنبطل قاعده قدام التلفزيون ده ولا ايه؟ جرى ايه يا بنت انت وهي؟ ما تقوموا كده بلاش قله حاجه. قوم قوم اتحرك، الصاله غرقانه تراب. ما تقوم يا بنت. قوم يا بنت انت وهي، اسمعوا كلام عمتكم. الله، قوم اتحركي يا اختي. بنت يا هديه. ايوه ماما. قولي لي جوزك يا بنت ما اتصلش بيكي؟ يتصل ما يتصلش، خلاص هو حر، ما عدتش بهتم. وانت كمان ما تشغليش بالك. يعني ايه ما اشغلش بالي؟ مش تتصلي يا بنتي لحسن يكون الراجل جرى له حاجه. اهو كل يوم والتاني مسافر، راجع من السفر، هو حد عارف له؟ ده ما هنش عليه يكلمني يقول ان هو وصل بيروت. طب ما تخلي اختك بطه تسال عليه. هتسال عليه فين بس يا ماما؟ تسال عليه خاله. الله، المعلم فارس مش هو اللي مشغله وهو اللي بيسفره يا ماما؟ ما انت عارفه المعلم فارس ودمه تقيل، وعارفه انه بطه ما بتحبش تسمع سيرته. هروح اقول لها اسالي للمعلم فارس هو بسلامه عمر ما جاش ليه؟ اعملي زي كده وكبري دماغك وما تساليش. المفروض هو اللي يتصل ويقول انا جاي امتى، مش انا اللي اجري وراه واسال عليه. سقعي دماغك. تعالي هنا يا بيت. ايه سقعي دماغك دي؟ هي انتي وجوزك ما سالش وما تعرفيش مسافر فين، واختك مكتوب كتابها وجوزها ما بيتصلش بيها، وانتوا الاثنين قاعدين زي العوانس، لا جوازكم بيجوا ولا بيروحوا. ايه الحكايه ما تفهموني؟ الله يا باي، ايه اللي حاصل يا ولاد؟ جيب العواقب سليمه يا رب. البنت قالت يا نصيبي هات العدل ولا تستعجل، ده العمر مهما هيمشي بيا هتروق وتحلى وتتعدل. ست بطة يا ست بطة يا اهل الله اللي هنا. ايوه يا عم توفيق، عاوز حاجة؟ عاوز لك الخير يا ست الدكتورة. امال فين الست بطة؟ نزلت يا عم توفيق، راحت الخان. في راجل طيب معايا جايب لها جواب وعاوز يسلمه لها. طب هات وانا هديهولها. انا بقول اروح لها خان الخليلي عشان اللي انت عارفاه دي، اقل حاجه بتدهاني 5 جنيه جديده يا ست فرح. خلاص يا عم توفيق ماشي، روح لها المحل. البنت قالت يا نصيبي هات العدل ولا تستعجل، ده العمر مهما هيمشي بيا هتروق وتحلى وتتعدل.
عايزه اقول لك ان النوم بقى تخطيف، واللقمه بقت بتنزل في جوفي زي الفحم المولع. طول عمري مصدقك وحافظه كلامك، لكن اللي ما كنتش عامله حسابه ان الدنيا اتغيرت قوي. الناس اللي كنت بتغني لهم ما عادوش نفس الناس اللي كنت بتغني لهم. لما بروح واقفل على نفسي الباب، الدمعة بتفوت من عينيا. كل اللي انا فيه دوت، والبلاوي المتلتلة فوق دماغي، لكن وحيدة. والوحدة أصعب من الموت يا عبد الحليم.